وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. دكتور محمد، مساء الخير وأهلا بك في نشرة الثامنة. لا شك هي لحظات تاريخية، وقرار سيادي اتخذته مملكة البحرين يعكس حكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ووقوفه الدائم في صف السلام والاستقرار والازدهار لمملكة البحرين وللمنطقة بأسرها. هل لك أن توضح لنا الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتوقيع مملكة البحرين ودولة إسرائيل على إعلان تأييد السلام في العاصمة الأمريكية واشنطن؟ نعم، مساء الخير. طبعا جلالة الملك حفظه الله ورعاه له يعني نظرة ثاقبة جدا فيما يتصل بالعلاقات الخارجية وبمصالح مملكة البحرين، وهذا الاتفاق التاريخي الذي يضع البحرين في مصاف الدول التي تغير من المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة يأتي بناء على رغبة سامية من جلالته حفظه الله ورعاه، ويؤكد أن مملكة البحرين هي مملكة الحكمة والتسامح والأمن والاستقرار. طبعا ما يلفت النظر وهو أمر جميل للغاية أن هذا الاتفاق يأتي بكل وضوح أمام جميع شعب البحرين وأمام جميع يعني من يراقب في المجتمع الدولي. البحرين لا تلعب من تحت الطاولة ولا تقوم بإبرام اتفاقات سرية، البحرين تعمل بوضوح وفي النور، وكل ما تتخذه من إجراءات هو لصالح شعب البحرين ولصالح مقدرات البحرين وأمنها واستقرارها. طبعا أنا في الواقع أريد أن أشير إلى يعني ما تفضل به معالي وزير الداخلية في تصريحه يوم أمس الأول، حينما أشار إلى أن البحرين هي القضية المصيرية التي نعمل من أجلها، وهذا الاتفاق الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل بشكل موازن مع الاتفاق الذي أبرمته دولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل إنما هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وخصوصا ونحن نرى المتغيرات والمهددات الإقليمية التي باتت تفرض على كل دولة من دول العالم أن تتخذ ما يلزم لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. مملكة البحرين لا تختلف عن هذه الدول، وحينما ننظر إلى العلاقات الدولية والدبلوماسية سوف نجد أن كل دولة تضع مصالحها ومصالح شعبها في الدرجة الأولى، ومن ثم تنظر إلى الأمور التي تأتي ما دون ذلك، وهذا هو ما فعلته مملكة البحرين وهو ما تستحق عليه كل التهنئة. فنحن نهنئ جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذا الإنجاز التاريخي. يوم أمس إبرام الاتفاق الذي كان في واشنطن هو عبارة عن صورة سوف يحتفظ بها التاريخ لعقود بل لمئات السنين، وسوف يتذكر العالم دور مملكة البحرين في 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 في, في إرساء الأمن والاستقرار والتسامح والحكمة، وخصوصا في هذه المنطقة من العالم، وخصوصا أن مملكة البحرين هي فسيفساء ثقافية حضارية متناغمة، تعتبر أرضية مهيئة جدا لاستضافة الأديان والطوائف والتنوع الثقافي من كل دول العالم، وهذا في الواقع ما يقر به العالم لمملكة البحرين. فكل التهنئة في الواقع لجلالة الملك وللقيادة حفظها الله ولشعب البحرين على هذا الاتفاق الذي من المؤكد أنه سوف يأتي للبحرين بكل الخير والرخاء والمصالح العليا بإذنه تعالى. بلا شك. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة، شكرا جزيلا لك.